جميلة الآية دي، وإني لغفار لمن تاب، مش لأغفر لمن تاب، لغفار، مبالغة، لغفار لمن تاب. لذلك والله العظيم الواحد ساعات يقول ايه، طبعا سيبكم من رسمة الناس على بعضها، والله لو كل واحد كده مسك الصحيفة بتاعته وفتحها، يعني تخيل ان انت كان عندك ده اوبشن، ان انت كده ايه تقوم فاتح الصحيفة بتاعتك تشوف فيها ايه، هتشوف ايه؟ بلا ازرق بعيد عنك، خيبة، يعني هتلاقي مصايب يعني. لا تخيل بس، شو بصيت على الاسبوع اللي فات، بس بصينا بس بصة سريعة كده، ما كانش عندي وقت، قلت ابص على الاسبوع اللي فات او سنة عام فاتت، وفتحت كده وبصيت ايه، باب مثلا النظرة الحرام، كان بقى نظرة حرام بصيت عليها من سن 13 سنة، 13 سنة، 14 سنة، ما انت بلغت، والبالغ ده بيتحاسب ولا مش بيتحاسب؟ فاكر بقى مدرسة الرسم ومدرسة ده اللي هو يعني مصيبة، ومدرسة ما اعرفش ايه، واصل ده زمان ايه، واحدة معدية ايه، واصل وانا بوقف ايه، وطبعا انت ايه ناسي، بس احصاه الله ونسوه ونسيناه احنا، ده ايه؟ ده النظر الحرام. بس حط بقى جنب النظر الحرام لهواة سرقة أموال الدروس الخصوصية، تمام، وانا عارف ان دي هواية عند طلبة كتير، جنبها الأستاذ ايه؟